السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تحية لكم وتحية جميع المشتركين ومتابعين تاع القناة تاع سيمو ظاهر. كنتمنوا لكم عواشر مبروكة بالصحة والعافية والسلامة إن شاء الله. وباش ما تمنيتو كما كتشوفوا الإخوان، كنتواجدوا بالسوق نتاع الجملة نتاع الفواكه اليابسة هنا بمدينة مراكش. وسبب تاع التواجد ديالنا كما كتعرفوا هو الخبر اللي انتشر مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تواجد نتاع واحد الثمور الجزائريه اللي كيقولوا بانه فاسده ومنتهيه الصلاحيه. ولكن جينا هنا السوق تاع الجمله عندنا هنا بمدينة مراكش بحي المسار بمقاطعه المناره باش نتاكدوا من صحه هذا الخبر هذا وننقلوا كل صغيره وكبيره للمتابعين ديالنا والمشتركين ديالنا باش يعرفوا بالفعل اشنو كياخذوا اشنو كيشريوا وهل فعلا هناك مراقبه من طرف السلطات المعنية. قوم معنا الإخوان وغادي نزودكم بالتفاصيل الكبيرة والصغيرة إن شاء الله. هذا الإخوان كما سبق لي وذكر هذا واحد النوع نتاع الثمور الجزائريه اللي داخله السوق ديالنا هنايا بمدينه مراكش. ولكن كيف كتشوفوا كنتواجدوا مع واحد التاجر وسولناه وجاوبنا بكل صراحه، ما كاين لا زياده لا نقصان. قلت له واش عندك الثمور الجزائري؟ قال لي عندي الثمور الجزائري. قلت له واش فيها المده نتاع الصلاحيه ديالها؟ قال لي بالفعل فيها المده نتاع الصلاحيه ديالها. قال لي ها هي انتم كتشوفوا الاخوان هاي فيها التاريخ ديالها ها هي. الوغ هادي 2023، هادي هي شهر واحد 30 شهر واحد وغادي تنتهي في 30 شهر واحد 2025. فيها عامين تاع نتاع 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 الصلاحيه هذا النوع وزودني حتى بهذا النوع الاخر حتى هو هذا حتى هو زودني به كما كتشوفوه وفيه المدة نتاع الصلاحية ديالو اللي هي 2025. الوغ شوف الإخوان باش نكونوا واقعيين، هادي تاهي تمور جزائرية، هاي هذا النوع تا هو جزائري، هو فيها العلامة ديالو هاهي، وكذلك فيها الصلاحية ديالو. في نفس الوقت الإخوان تكلمت مع السيد هذا 2024، إذن هذا إذن باقي صالح. إيه هذا جديد، هذا نتاع هذا العام، هذا ديال هذا العام. بالنسبة لأشريف، بالنسبة غنبقاو معنا باش نسولوه بالنسبة للجودة والثمن. دابا أشريف أول حاجة عواشر مبروكة، الله يدخل عليك هذا الشهر المبارك بالصحة والعافية وزيد الرزق إن شاء الله والتيسير. دابا السوق عندنا هنايا بمدينة مراكش، سوق تاع الجملة نتاع الطمور، واش المواطن كيعرف اقبال على الطمور تاع البلاد المحليه ولا الطمور تاع الجزائر؟ لا كيعرف الاقبال ديال الطمور ديال البلاد والطمور ديال الجزائر جوجهم كل بجوجهم. وفين كاينه الجوده؟ كل صراحه كاينه الجوده في ديال البلاد وكاينه ديال الجزائر. بجوجهم بجوجهم. شكون اللي الثمن ديالو منخفض؟ منخفض شويه ديال البلاد نتاع البلاد ناقص شويه نتاع الجزائر طالع شي شويه الثمن شويه لحد الان ولا نزل شويه الثمن هاد العام. هاد العام ديال الثمن والاقبال علاش يكون كثير بزاف؟ واش على ديالنا ولا على نتاع الجزائر؟ ديال الجزائر تيجيو الناس، تيجيو الناس حيت الاغلبيه تيطلبوا الناس ديال البلاد بزاف. هو ما كانش خلاف جفاف ما خلاش ما خلاش. هو الاغلبيه انت تسولوا مواطنين تيقول لك اودي نتاع الجزائر فيه 100 تكال ديالنا فيه البنه فعلا ديالنا فيه هادشي اللي كاين ديالنا فيه البنه ولكن تاع الجزائر تيقول لك فيه شي شويه ما يتكال فيه شويه ما يتكال لانهم بغاو ديال البلاد الا هو ما عندهمش البادين هاك مع الجفاف الجفاف والله يرحمنا. نسولك واحد المساله الشريف، واش بالفعل كاينه مراقبه مؤخرا
بخصوص هذه الجوده نتاع التمور اللي كتواجد بالاسواق؟ لا كاينه مراقبه. كاينه واش مراقبه صامره صارمه ولا هي مراقبه صارمه؟ ما يمكنش تدخل شي حاجه اللي ما هيش فيها لاضات. كاينه مراقبه صح. كيجيو كيقلبوا المنتوج يشوفوا المده الصلاحيات يشوفوا كل شيء يقلبوا الا كان شي حاجه ولا شي حاجه يهزوا لك سلعتك ويهزوك انت. وراه هادشي اللي بغينا لانه السلامه نتاع المواطن والصحه نتاع المستهلك فوق كل شيء. واخا دابا انت كبيع وشراء اشنو كتاكل؟ تناكل ديال البلاد وتناكل ديال الجزائر جوجهم ما عندي ما ننسى. تبارك الله عليك. انتم كيشتوا الاخوان السيده كيجيو بكل طلاقه وبكل صراحه ومازال غندورو في السوق ونشوفوا اشنو كاين في السوق ان شاء الله. تناكلو ديال الكبر ديال خوتنا الجزائريين بحالنا بحالهم. هذا الشيء اللي كاين. الله يكبر بك. شكرا يا مولاي والله يسر لك. دابا الاخوان شنو اللي كيعجب انا شنو اللي عجبني ولاحظتو هنا في السوق اثناء هذه الجوله ديالي هنايا هو انه اغلبيه نتاع التجار بكل صراحه اغلبيه ما نقولوش الجل اغلبيه تجار من جنوب المملكه تجار من اقاليم الجنوبيه وهاد الناس هادو راه ما كيعرفوش شنو هو الكذوب كيهضر معاك بكل صراحه وبكل تلقائيه كاينه ما كايناش تيقول لك هادي ديالنا هادي الجزائر حنا كنجيبو كنبيعو ولكن لي تسالونا كيقول لك هكا تيقول لك لي تسالونا هي الجوده زائد بانه السلطات كتقوم بالدور ديالها وكتقوم بالعمليه نتاع المراقبه وكيقول لك راه اللي لقاو عنده شي حاجه ماشي هي هذيك راه كيطبقوا في حقه القانون كيحزوا ليه بعدا وكيديروا ليه المسائل القانونيه ديالو. هادشي اللي عجبني انا في هاد الناس الله يسهل عليهم. كيف كتشوفوا الاخوان دابا انتقلنا عند واحد التاجر اخر اللي لقيناه من مدينه زاكوره الناس اللي عزاز عنا وعزاز عنا بزاف نظرا للطيبوبه ديالهم والكرم تاع الضيافه ولكن زودنا بواحد المعلومه جديده اللي ما كانتش في راسي. انتم كي كتشوفوا هادو تمور جزائريه كيف ما كتشوفوهم الاخوان ملي كتمشي عندهم راه ما كيخبيش ولا شي حاجه يقول لك شوف كتقول لي عندك التمر تاع الجزائر تيقول لك عندي هاو ولكن ها التيكي ديالو ها المدة الصلاحية ديالو تاريخ الإنتاج تاريخ انتهاء المدة نتاع الاستهلاك ديالو هذا نتاع الجزائر هذا نتاع البلاد كيقول لك الفرق أشنا هو هذا قال لي ديال 70 درهم فيه 2 كيلو هذا 70 درهم فيه 2 كيلو هذا ديال البلاد دير 900 ريال الكيلو 45 درهم الكيلو مسكينه 30 كاين 25 كاين على حسب البريميوم المهم هذا النوع هذا داير 45 درهم ولكن نيجي نقول ليه قلت ليه علاش هذا داير الثمن وهذا داير الثمن قال لك اودي واش كاين ما احسن شي حاجه اللي هي طبيعيه قلت ليه دابا اين هي اللي طبيعيه قال لك بالفعل نتاع البلاد ما كيداوى ما حتى شي حاجه قال لك نتاع الله كينوض في النخله كيطيب الشميشه قال لك كنجنيوه كنديروه كنجيبوه كنبيعوه الوغ كتاكل شي حاجه طبيعيه عكس هذا ماشي كنبخسوا التمور تاع الجزائر ولكن قال لك تيتداوى حتى هو وداك الشيء فيه مواد اللي هي مواد حافظه كي قلتي انه كيتداوى قال لك هذا هو الفرق زائد انه حتى المستهلك دابا المستهلك اخويا اشنو اللي كيقتني بزاف اشنو اللي كيشري بزاف عطينا التمرات ديال البلاد زوينين بينا شي حاجه طبيعيه اخويا اللي تصبر لينا اللي تكون سميتها على حساب الوليدات داكشي كتعطيه ديال البلاد تاع البلاد اه وي الوغ كاين الاقبال على التمور تاع البلاد كاين الحمد لله كاين اقبال زوين والثمن هذا العام واش طالع ولا نازل؟ والثمن اش نقول لك اخويا مرتفع ثمن زايد هذه اللي قلتي لي 45 درهم شحال كانت كدير قبل؟ كنت كدير قبل 30 35 الوغ زادت فيها 10 درهم زادت 10 درهم 10 درهم دابا تزادت هي نظرا للزياده الارتفاع الاسعار حيت ما كاينش ماشي مقارنه بالارتفاع الاسعار هي الجفاف هي بالنسبه للجفاف قلت التمور بالنسبه ديال زاكوره هذا العام قليل شويه قليل شي شويه فعلا كان الجفاف الجوده راه زاده في الثمن لبس الجوده راه زاده في الثمن بغيت نسولك على واحد المساله اللي هي مهمه مرحبا سيدي واش كاينه مراقبه؟ كاينه نتاع الجوده كاينه مراقبه الاسعار كيجيو مسؤولين كاينين لا شوف حنا ما دويناش على الاسعار اسعار بوحدهم حنا كندويو على الجوده لانه الجوده هي اللي كتهم الصحه والسلامه نتاع المستهلك ضروري كيجيو مراقبين تيراقبوا لك السلعه كيشوفوا لاضات ديالها
مده الاستهلاك ديالها تيشوفوا التمر كيداير كيفاش داير من الداخل كيفاش سميتو واش زوين واش نقي المهم كيشوفوا كاش كيصور لك شي كيدير واش واش ضبطات شي مخالفه هنا في السوق مؤخرا لا ما كاينش ما كاين حتى شي ما لقاوش شي تمر فاسد لا والو عكس ما كان في كازا وداك الشيء لا مقارنه مع كازا هنا مراكش الحمد لله هنا الحمد لله كل شيء صراحه ما شفنا حتى شي حاجه هو الحمد لله هادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا حاجه زوينه كنعرضوها للناس راه كيشوفوا كيشروا كيزيدوا في حالاتهم هادشي اللي بغينا نتايا نعم كتاجر اشنو كتاكل بكل صراحه كناكل ديال البلاد اسيدي نتاع البلاد علاش وديال الجزائر جوجهم جوجتهم هاكاك صراحه اخاف صراحه انا باش ندوي معاك صريح اي مرحبا انا كناخذ نتاع الجزائر ايوه وكيعجبني حتى نتاع البلاد ولكن بالدرجه الاولى كيعجبني السكري باش نكون معاك صريح السكري كيعجبني انا كلا وجهه النظر ديالو واش كيعجبك واش كيحب راه عيني اللي كياكلو يعني راه العين اللي كياكل كل واحد كيتشهاش حاجه كيشريها كلشي معروض في السوق راه اللي بالي بالي بيشري مصري يشري هاد الجزائري يشري شكرا تنشكرك بزاف اخويا على المعلومات اللي زودتينا بها والله يسر لك وعواش مبروكه لا يخطك الاخوان كما كتشوفوا راه حنا قمنا بواحد الجوله هنا بالسوق نتاع الجمله نتاع التمور بمدينه مراكش بحي المسار كما كتشوفوا راه هضرنا عن التجار كاين اللي كيقبل انه يتصور عنده كاين اللي ما كيقبلش لانه هو حر ولكن كيزودك بمعلومه ضروري كيعطيك فكره كيعطيك شي حاجه جديده كتزيدها للافكار ديالك ولكن اللي اهم حاجه كينوه بها هنا التجار نتاع سوق تاع التمور هو تيقول لك المراقبه الصارمه كاينه مراقبه صارمه من طرف السلطات نتاع مدينه مراكش قال لك كل يوم اي شاحنه دخلت محمله بالتمر والا كتخضع للمراقبه واحد المراقبه مشدده هنايا لانه كيقول لك ودي السلامه نتاع المواطن سلامه من الاولويات نتاع السلطات هنا بمدينه مراكش وبهذه المناسبه كنشكرهم على العمل الجبار اللي كيقوموا به وكذلك كنشكروا التجار هنا بسوق سوق الجمله نتاع التمر لانه الانسان كيصفي على رقبته ما كيخدعك ما حتى شي حاجه انتما كيشتسون الناس السيد قلنا لي واش ضبطات شي حاجه مؤخرا انا راه كنتوصل بالاحصائيات وكنتوصل بكل شيء كون كانت شي حاجه غتكون في راسي انه كون ضبطوا شي واحد عنده شي مواد فاسده ولا منتهيات الصلاحيه غنسق لها الخبر انا هي سولتو اكسبري ولكن قال لك بالفعل ما كاين حتى شي حاجه وهذا كيتلج الصدر الحمد لله السوق موجود الوفره نتاع السلع كاينه غير هو الثمن زايد واحد شويه واحد 10 دراهم على السنه الماضيه ولكن الحمد لله الاخوان كنشكركم الله يسهل عليكم عواشر مبروكه بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتو السلام عليكم.